هنا أطفال يموتون من القصف والقتل الإسرائيلي التي عجت بهم أقسام المستشفيات دون مغيث، لكنهم يموتون من العطش أيضا ويبحثون عن نقطة ماء نقية أو حتى ملوثة، فالأهم أن يبقوا على قيد الحياة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. فيش مي بالمرة، الناس قاعدة بتموت من المي. مش بقول لك المي عماد الحياة والأساس الحياة، تعال تفرج على الناس، الناس قاعدة بتموت من الجوع من العطش، فيش مي بالمرة. الدور بقعد بالأربع ساعات والخمس ساعات عشان أوفر 10 لتر لست عائلات، يعني لأربعين نفر 50 نفر، لو كل واحد بده يشرب كاسة مية خلص القلن، برجع أصف دور كمان 4 5 ساعات 6 ساعات. أما هنا فساعات طويلة يصطفون في طوابير علهم يجدون رغيف الخبز يطعمون فيه أطفالهم بعد أن ضاقت بهم الدنيا وانقطعت الكهرباء والماء وهدمت منازلهم وأصبحوا دون مأوى. أنا إل من الصبح مشان أجيب رغيف لأولادي، من الصبح مشان أجيب رغيف لأولادي من تقريبا الساعة 5، وأنا هنا قاعد بستنى. طلع الطبيب وين لغاية بالساعة 4 الفجر لغاية الآن وإحنا واقفين، ولا أخذنا خبز، وصلنا مرتين لغاية ورجعنا ثاني ووقفنا. هي مشاهد ليست وحدها، بل على كل الاحتياجات الأساسية التي تسير فيها عجلة الحياة كغاز الطهي والمحروقات، وسط تحذيرات محلية ودولية من كارثة بيئية وانتشار في الأوبئة بسبب تحلل جثامين الشهداء التي تفوق أعدادهم 1000 شهيد ما زالوا تحت الأنقاض بعد أن عجزت فرق الدفاع المدني عن انتشالها. نحن في الدفاع المدني نناشد العالم بأسره بأن يدعمونا ويدعموا الدفاع المدني لكي يتمكن من إنقاذ الأرواح من تحت الأنقاض. هناك عشرات الشهداء وعشرات الإصابات تحت الأنقاض، نتوجه إلى العالم بأسره الإسلامي والعربي بأن يدعم جهاز الدفاع المدني، لأن الدفاع المدني يقوم بأقصى إمكانياته. ومع هذه الطوابير التي تبحث عن الخبز والماء والدواء وحتى الهواء، أراد الاحتلال الإسرائيلي أن يجعل من قطاع غزة عبارة عن مقبرة جماعية حتى دون مشيعين. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين.